الوطن يريد أن يستمع، ودي حاجة تحرك إيجابي وحقيقي حصل وتم الإعلان عنه أثناء إفطار الأسرة المصرية، وتم العمل عليه على مدار الشهر أو أكتر من شهر اللي فاتوا من أجل تنسيق آلية حقيقية. لكن في حاجة كمان بقى تم الإعلان عنها خلال الفترة اللي فاتت، وهي ملف القضايا المحتجزين في قضايا الرأي أو ملف الحريات، وتم التحرك فيه بسرعة يعني مشهود لها. عن القضيتين دول احنا الحقيقه سعداء ان معانا الاستاذ او سياده النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وعضو لجنه العفو الرئاسي. مساءك خير ومساءك حوار ايجابي مثمر دائما. مساء الخيرات دكتوره دينا، تحياتي لحضرتك، ودايما الحوار مع حضرتك كله ايجابيه ودايما بيرسم الطريق لغد كله ايجابيه ان شاء الله. بشكرك سياده النائب. عايز أسألك عن نقطتين، يعني أنت حضرتك منوط بيهم بشكل كبير جدا، هو أولهم لجنة العفو الرئاسي والتحرك السريع اللي حصل فيها. سؤالي عشان انطباعات الناس والناس اللي على الأرض لمست، يمكن تكون أسر هؤلاء اللي كانوا محتجزين في بعض أو على ذمة بعض القضايا، لكن في نطاق أوسع الناس مش قادرة تدرك أهمية هذا الملف. نفسي توصف لنا كده على مدار شهر ونص اللي فات اللي تحقق من مكتسبات لأسر هؤلاء المصريين، وفي نطاق تاني كمان على بشكل أوسع تأثيره على الحياة السياسية في مصر. الحقيقة أنه بتكمن أهمية هذا الملف في رأيي لأنه في عمق العمق بيؤسس لفكرة التسامح في المجتمع، وكيف للسيد الرئيس ان يستخدم صلاحياته الدستوريه في اصدار قرارات عفو بالنسبه لشباب محبوسين في قضايا ذات خلفيه متعلقه بالراي والتعبير، ليرسي حاله من التسامح داخل المجتمع ويعطي لكافه الاطراف رسائل من الارتياح في اداء العمل العام والقدره على ان يكون هذه الاجراءات يعني اساس يبنى عليه حاله الحوار الوطني التي تدور الآن. فأنا بعتقد أنه عمل لجنة العفو وما صدر عنها خلال الفترة الماضية وما هو مأمول خلال الفترة المقبلة من صدور قرارات عفو رئاسي والقدرة على مساعدة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع وامتداد ملف عمل اللجنة ليشمل الغارمين والغارمات، هي كلها معبرات عن الحالة اللي بنعيشها الآن بعد عدة إجراءات سبقتها بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تناولته من خارطة طريق واضحة لإرساء يعني نجاحات في المجال الحقوقي واتخاذ خطوات أكثر قدرة على تنمية المجال الحقوقي والسياسي في مصر. إضافة لده إعادة تشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان، إلغاء حالة الطوارئ، كل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كل دي إجراءات بترسي لمناخ جديد وحالة جديدة نعيشها الآن. وبالأساس بقى هنا ننتقل لحالة الحوار اللي بعتقد لجنة العفو هي جزء أساسي منها. بالظبط، وده سؤالي كمان، إنه المرور، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا إنك مريت بينا على مراحل كتير سبقت الحوار الوطني أو مهدت لي، فبالتالي سؤالنا الحقيقة المنطقي جدا، ايه آلية او ضمانات نجاح الحوار الوطني اذا لخصناها في جملة، انه ننجح في الحوار الوطني اذا عملنا ايه في رؤية في وجهة نظر حضرتك، لانه عندنا عشرات من الموضوعات. في رأي حضرتك التركيز على اولويات محددة ممكن يكون ليه تأثير افضل؟ انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لان هذا هو السؤال الاهم الحقيقة. نجاح الحوار الوطني مرهون بتوفر الإرادة لدى كل الأطراف لنجاح هذا الحوار، والحقيقة أن التاريخ سيراقب جميع الأطراف في مواقفهم وسيحاسب من كان يسعى لهذا الحوار، من هو منفتح على هذا الحوار، من يعني ليس لديه نفس المساحات من الانفتاح أو السعي نحو نجاح هذا الحوار. فالتاريخ سيراقب وسيحاسب، لأنه دي لحظات فارقة في تاريخنا. الحوار هو بالاساس هدفه ان يرسم خارطه طريق للحاضر والمستقبل. البعض وصف حتى هذا الحوار الوطني بانه عقد اجتماعي جديد بيرسم خطوات
التنميه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للجمهوريه الجديده، وبالتالي يجب ان تتوفر الاراده لدى كل الاطراف في نجاح هذا الحوار، وبالتالي هذه مسؤوليه على الجميع. فهذا الحوار الوطني الشامل من رايي سيشمل قضايا سياسيه ممتده ل يعني ما يتصل بعمل لجنه العفو على سبيل المثال، مسائل مناقشه ملف الحبس الاحتياطي وتعديلاته وبدلاته، ايضا سيمتد لتنميه الحياه الحزبيه وتدعيمها وتقويتها، سيمتد للقدره على اتخاذ خطوات تشريعيه وتنفيذيه تصب بشكل اكبر في صالح الملف السياسي بشكل عام والملف الحقوقي. على صعيد الجانب الاقتصادي احنا عندنا تحديات كبرى مرت بها الدوله المصريه، السيد الرئيس وجه التحيه للشعب المصري اللي تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي الصعب، وما زال امامنا طريق طويل حتى نستطيع ان نستمر في ظل التحديات اللي بتواجهنا، في ظل حتى الازمه الروسيه الاوكرانيه، في ظل الخروج من جائحه كورونا. على الجانب الاجتماعي عندنا قضايا اخرى زي موضوع قانون الاحوال الشخصيه، زي مسائل متعلقه بالعنف الاسري وبعض الجرائم اللي ابتدت تظهر على السطح ولم يعرفها المجتمع المصري من قبل، وبالتالي القضايا كثيره وممتده والمخرجات ستكون خارطه الطريق لنا جميعا بان تتحول هذه المخرجات الى حزمه قرارات تنفيذيه والى حزمه تشريعات نعمل عليها جميعا حتى نستطيع ان نستشرف مستقبل افضل في مختلف المناحي. بشكرك شكرا جزيلا. إذن قنوات الحوار الوطني هي كمان من ضمانات النجاح بحسب يعني الحديث المرتب جدا لسيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي في الحديث عن الأولويات. هتلاقي حضرتك كده أنه كلام سيادة النائب بيقولك أنه إحنا عندنا قضايا أصلا بيتم مناقشتها بالمناسبة في مجلس النواب بطبيعة الحال، يعني القضايا اللي تخص الأحوال الشخصية والقضايا اللي تخص الاقتصاد كل دي بيتم فعلا مناقشتها في مجلس النواب. طب أنا ليه محتاج لحوار وطني؟ عشان نوسع دايرة المناقشة، نوسع دايرة المخرجات والاحتمالات والممكن. كل ما يكون عندك حوار يبقى يعني كأنه عقد كده طبيعي، أنت بتمضي على عقد إنك موافق تتحرك خطوة من مكانك إذا دخلت حوار، لو مش عايز تتحرك من مكانك ما تدخلش حوار. فبالتالي أولى اشتراطات الحوار الوطني إن يكون الجميع مستعد للتحرك خطوة من مكانه، المعارضة مستعدة تتحرك خطوة ناحية فهم، مش لازم تتنازل عن يعني قدرتها على المعارضة، أو دايما المعارضة يحبوا يسموا نفسهم كده أنياب المعارضة، لا أبدا، لكن تتحرك نحو فهم حقيقي لمنطقية الأسباب. الدولة لازم يكون عندها استعداد أنها تتحرك خطوة ناحية الرأي الآخر اللي بيقول أنه في طريقة تانية لتسيير الأمور في كذا وكذا وكذا. عشان كده تاني قنوات الحوار الوطني هي الحياس أو الأحزاب السياسية العامة والمشاركة الوطنية والمجتمعية وكل رموز المجتمع. مش ممكن أنه يقتصر الحوار على المجالس النيابية فقط، إذا المجالس النيابية الحياة السياسية العامة والمؤثرين والمفكرين في المجتمع، وكمان الإعلام هيكون ليه دور حقيقي في إدارة هذا الحوار، ودي أسئلتنا.